يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء. أبيات ذكرها إمامنا الهادي في مجلس المتوكل العباسي حين أحضره في الليل، قص لها تفصيل وطلب من الإمام أن يشرب الخمر، ثم طلب منه أن ينشد الشعر، فأنشد إمامنا الهادي هذه الأبيات: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل. فما أغنتهم القلل باتوا على قلل الأجبال. القلل يعني القمم العالية. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما عمروا الدور بنيانا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا. وطالما جمعوا الأموال وادخروا، فخلفوها إلى الأعداء وارتحلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. راحلون نحن جميعا، راحلون أنا وأنتم، راحلون جميعا. سورة الرحمن تعصف في آذاننا كل من عليها فان، ولكن من يبقى؟ ويبقى وجه ربك. نستمر مع الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو هذه صفة لوجه وليس لرب، فإن ربك مجرور هنا. ويبقى وجه، الوجه مرفوع، وذو من الأسماء الستة مرفوعة بالواو. ذو هذه صفة ليس لرب، وإنما صفة للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام هذا هو الوجه الذي أنت تخاطبه في دعاء الندبة الشريف
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ كل من عليها فان، راحلون نحن والباقي هو صلوات الله وسلامه عليه. الباقون هم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربك هم صلوات الله عليه. محمد وآل محمد هم وجه ربك الباقي، هم النور الذي لا يخبو، وهم الوجه الذي لا يهلك. كل شيء هالك إلا هذا الوجه، وكل شيء فان إلا هذا الوجه، الوجه الباقي. عيوننا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والحديث كان في أجواء معرفة إمام زماننا. وأنا أقول للشباب الشيعي، لشباب شيعة أهل بيت العصي، إذا أردتم النجاة في طريق الرحيل هذا، فالأنيس هو معرفة إمام زماننا. النجاة بمعرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سيد الأوصياء يرسم لنا صوراً، لقطات من هذا الطريق، من طريق الرحيل هذا، في كلمات قصيرة: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر وطول الطريق، وراحلون نحن وأبناؤنا وأحفادنا. الأنيس الذي يؤنس وحشتنا هو معرفتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نمد أيدينا إليه، إلى بقية الله، إلى وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، بقية الله. ارحم وحشتنا يوم لا أنيس، وارحم غربتنا يوم لا حبيب. ارحمنا إمام زماننا يوم لا يذكرنا ذاكر، ويوم لا يزورنا زائر. ارحمنا إذا نسي اسمنا ومحير اسمنا، واندرست قبورنا مع الدوارس لم يبق لها أثر. نجاتنا عند إمام زماننا، أنت تخاطبه في الزيارة: السلام عليك يا عين الحياة ويا سفينة النجات.